تحطونها بآل البيت من واحد من آل البيت الله أعلم منه لواحد 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 حتى توصل المهدي عليه السلام، لأنه الروح هي الأمانة. إذا الله سبحانه وتعالى إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لأنه في ناس كثير قلت لكم ظل من واحد لواحد، أسعى الأنبياء والمرسلين هذول الله سبحانه وتعالى عصمهم ومعصومين، بس في ناس بيكون روح موجودة فيه بس بيخطأ، لأنه إيش الله ما أمره يكون إيش ينذر يوم الطلاق أو ينذر أن لا إله إلا أنا فاتقون. أحباب الله عسى أني وصلت لكم الفكرة والفهم اللي أنا فهمته من كتاب الله الحكيم القرآن الكريم، إنه البشر ما فيهم روح بس في شخص واحد، وهاي اللي سألوا اليهود عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن الروح وجاوبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما أمره الله بالقرآن الكريم، عشان هيك ما آمنوا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأحباب الله أرجو أن وصلتكم اللي أنا فهمته، فأي واحد عنده دليل يثبت أنه في الروح أعلى في البشر كلها بالقرآن أنا أقول سمعنا وأطعنا. لأنه أحبابي بالله في كثير أمور الله في القرآن الكريم يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والقرآن الكريم في الهداية والموعظة والنور والحق وكلمات الله والفرقان والنعم الكبرى وأحسن القصص وأحسن الأحاديث، دلائل الواحد لازم يدرسه. وإحنا هجرنا القرآن عشان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ارجع للقرآن ادرسوه راح تفهموا شغلات كثيرة. أنا بقولكم أنا مش عالم ولا درست ولا عالم بالفصاحة، بس هذه الآيات والدلائل قدامكم. أرجو أني أكون وصلت لكم اللي أنا بدي أوصله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.